استاذ صبحي عبد السلام، يعني كل الزملكاويه قلقانين عن النادي الفتره اللي جايه، مش عارفين، الدنيا ضبابيه، محدش فاهم اي حاجه، والناس خايفه جدا على مجلس الاداره ورئيس النادي، والنادي يكون في فراغ وعدم استقرار، الناس خايفه وقلقانه. للاسف المنظومه الرياضيه اللي معيشانا في القلق ده، يعني بالفعل في قلق، ومن حق جماهير النادي، من حق جماهير الزمالك تقلق على النادي، ومن حقنا نقلق على النادي، ومن حق المستشار مرتضى منصور برضه يسال ويدور على الحقائق. عايز اقول لك ان فكره ان انت قاعد من غير اجتماعات مجلس اداره، ومن غير انشطه، ومن غير فلوس، لا، مكتفاك جامد جدا. الحرب اللي بتتعرض لها لا خسرتك كتير. يعني في ناس كانت تقول لك ايه، مرتضى منصور سبب المشاكل، ومرتضى منصور، حتى لما مرتضى منصور اختفى من على الساحه شويه برضه كانوا بيقطعوا في الزمالك. النهارده بيسخروا من الزمالك، ولسه مرتضى منصور قاعد في بيته، خلي بالك، برضه لسه ما رجعش مفيش النادي، ولا مداخله ولا تليفونيه، ولا بيتكلم، ولا خالص. بيشتم، ها؟ ما بيقولوا بيشتم، لا، الوقت الشتيمه طالعه على قناه النادي الاهلي. يعني الفكره بقى انه مش بس مرتضى منصور، ده الزمالك كمان، الزمالك كمان، واي حد كان مكانه كان برضه هيبقى في مرمى النيران، بس هو زياده شويه لانه قوي شويه، هو يعني هو ما بيسكتش. ده حتى الايحاءات الجنسيه والالفاظ اللي تلفظ بيها كهربا وتم عقوبتها، بقى الاستوديو التحليلي بتاع النادي الاهلي للاسف بيقولها، لا، ما هي اسر الاهلي بيقولها عادي ومفيش حد بيراقبهم. اعلام الاهلي واسر الاهلي موافقين على الصوره والمصطلحات. طب انت بتشكك في الصوت، طب هو الحركه اللي بالايد يعني اشكك فيها ازاي يا استاذ صبحي؟ معلش استاذ صبحي، معلش، تاني حاجه معلش مطارب مني يا كابتن خالد. لا، اللي بيشكك في الصوت ايه يا استاذ صبحي؟ اذا كان كهربا طلع مع رامز جلال بنفسه، قال انا قلت عقده صح، يعني بيقول لي انا اللي قلت. ايوه بيقول لك ان انا بتكلم، يبقى صوته. الناس طالع بيقول لك ان اللي اتقال مش هو الكلمه اللي اتقال. طب والحركه بتاع الايد بس متركبه؟ ما هي حركه ايده، هي الحركه اكثر اباحيه من الكلام اللي طلع. خلي بالك، حتى الناشئين ابتدوا يعملوها، في كسبوا الزمالك عملوها. واكمل بحته صغيره جدا، انا بس كنت بتكلم على مرتضى منصور والاستقرار اللي في النادي، وبطمن الناس لانه احنا عندنا طعن. لو في بقى افكار انك تخرج نادي الزمالك وترجعه تاني لسنوات الضباب، ويلا نحل ويلا نعمل، دي حاجه بقى تخص الرياضه المصريه ووزاره الشباب المصريه، مش نادي الزمالك. طعن اخر الشهر اعتقد. طبعا. بص انا يعني عشان بس الناس اللي عماله تروج لشائعات حل المجلس وعمالين يفتكسوا ان في لجان الوزير بيعملها والكلام دوت، انا عايز اقول لهم بس انتوا يعني مغيبين عن الواقع. في لائحه عملها الوزير بالتاريخ، هو قالها لك، اللائحه الماليه انا جايبها لك من الجريده الرسميه، نص الجريده الرسميه، في اول ابريل 2021 تم نشرها في الجريده الرسميه. الوزير عمل لنفسه سلطة، الوزير أشرف صبحي عمل لنفسه سلطة تجميد مجلس إدارة النادي، التجميد وليس الحل، في حالة واحدة بس، إن هو يبقى صدر ضده حكم نهائي وبات من مجلس الدولة، مش حكم أول درجة زي اللي صادر لنادي الزمالك. فالناس بقى تسكت، لأن ده قانون الرياضة اللي حطه وزير الشباب والرياضة اللي اتنشر في الجريدة الرسمية من سنتين. ادي بص، حسب مادة 79 وفقا للمادة 97 من اللائحة المالية، ماشي، ومنصوص عليه نصا، لا يحق الوزير الشباب والرياضة حل مجالس إدارات الأندية، ولكن يجوز له تجميد المجلس بشرط ان يكون صدر حكم نهائي وبات ضد مجلس الاداره او اي من اعضائه. اعتقد هو تم تجميد المجلس قبل كده على فكره. طبعا شعب سنه مجمد. ده ما عشان كده ما اتحلش، ما هو الكلام ايهاب معناه انه ايهاب بيتكلم صح. يعني ده رجع تاني بعد لا ده اتعمل بعد كده، اللائحه دي اتعملت بعد كده في 2021، الكلام ده في المجلس اتجمد في 11 2020، اللائحه الماليه دي اتعملت في الجريده بعديها. ايوه، هو الوزير ادى لنفسه سلطه التجميد عشان ما يطعنش عليها، بس الشرطه سلطه التجميد دي مشروطه ان انت يبقى في حكم نهائي وبات من مجلس الدوله ضد مجلس الاداره او رئيس النادي او اي احد بمخالفات. يعني كمان يا خالد، انت مالكش السلطه، انت ليك سلطه انك بتختار، لان القرار ده هو قرار عزل او مش عزل، ده قرار مجلس اداره، انت بتختار مجلس اداره فقط، مجلس اداره بيكون هو ليه القرار النهائي. لكن انت عايز تعزل المستشار مرتضى منصور ليه؟ عشان تجيب حد يعمل لك ايه؟ يقسط لك الغرامه بتاعت كهربا بالتقسيط المريح جدا، تمام؟ ما تروحش للفيفا، ما تروحش للفيفا، ما تنسحبش من سوبر،
تمام تنفذ كل الطلبات، ودي مش متوفره في مستوى مرتضى منصور. بعدين اللي هو انسحب من اللي هو اخذ قرار تاريخي بالانسحاب من السوبر، ان هو رفض رفض تام ان هو يقسط الغرامه بتاع كهرباء، ان هو فادى ان هو يروح يتسجن شهر علشان رفض ان هو يعتذر حفاظا على هيبه وكرامه نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه وجماهير نادي الزمالك، عشان ما يكونش سبه في جبين نادي الزمالك بعد كده. فانت عايز تتخلص من الشخص اللي هو واقف لك في كل حاجه وبيدافع عن النادي وعن هيبه النادي وعن كرامه النادي، انت عايز تخلص منه باي طريقه، بحيث ان انت تجيب شخص كيوت جدا ينفذ لك كل الطلبات اللي انت عايزها. بس احنا ما انسحبناش. شبح الجريده اعتذر اعتذار يعني اعتذار اعتذرنا اعتذار اعتذرنا عن المشاركه برضو عن المشاركه في الـ في الـ في اللوائح والقانون اللي على المزاج، عشان نطمن جمهور النادي الزمالك ونقول للناس اللي هي بتحاول ان هي تهدم استقرار نادي الزمالك وتطلع شائعات على حل مجلس الاداره، بنقول برضو عشان الناس ما تقولش احنا بنقول كلام مرسل. العدد اللي تم نشر فيه القرار اللي انا قلت لحضرتك عليه واعلنته دلوقتي هو العدد رقم 76,000 حرف ألف. يعني أي حد هيجيب العدد 76,000 للجريدة الرسمية حرف ألف هيلاقي حرف ألف هيلاقي حرف ألف حرف ألف هيلاقي الكلام اللي أنا قلته. اعتماد هذا القانون. تمام. مفيش شك إن فكرة اللي بيقول الفيفا عاملة رعب يا كابتن خالد، لأنه بالفعل في مخالفات. أنت لو رحت الفيفا فعلاً هتاخد أحكام. وأنا عارف إن إحنا عايشين في دولة فيها حكماء، فيها عقلاء. مش من السهل انك تاخد القرار وتدي ظهرك للدوله بالكامل، لكن انا متاكد ان انت معاك الحق وتقدر تروح في الوقت المناسب، واتمنى المستشار مرتضى منصور بالفعل يروح يقدم مستنداته ويخلي الفيفا يحكم بينه وبينه.